سهم أبو شمس من العراق. حياك الله. الله يحييك. وصاحب شركة مقاولات عامة في العراق. والحمد لله أنا من زمان يعني دبي أحبها لكون دبي أمينة وأمان واقتصاد عالمي، والآن أصبحت أول دولة بالإلكترونيات. أكيد. نعم. فحفزني كثير من الأمور يعني أنه أكون مستثمر داخل دبي. والحمد لله بديت حياة مشواري يعني باية زي ما بنقول إحنا بالعراقي، درجة. والحمد لله يعني تشجيع يعني شخصيات والأخوان في أنه في دبي أحسن شيء وأرتب شيء على مالك وعلى استثمارك هو في دبي. أكيد. يعني دبي ما فيها الحمد لله أمان، هاي أولا. وثانيا تتعامل مع أكثر من 300 أو 400 جنسية من مختلف العالم، يعني في جناسي إحنا في دبي ما سامعين فيها قبل. فيها في نعم هسه نشوفها في الإمارات نتعامل معاها. صحيح. وبعد فوق كل هذا في دبي ما في تمييز بين الأسود والأبيض. لا. كله سواسية. يعني ما في فرق بين المواطن أو الغير مواطن، الحمد لله يعني. فهذا اللي شجعك إنه لو تدخل في مجال الاقتصاد أو في مجال الاستثمار أو في مجال العمل في دبي. فالحمد لله أنا استثمرت في الأردن أول مرة، والحد الآن هسه استثمرت في الإمارات، وقابل هسه أن أستثمر بعد وبعد في الإمارات. إن شاء الله الافتتاح بيكون إن شاء الله يعني 1/10 التساهيل من الله أن يكون الافتتاح في الشهر الجاي. الشهر الجاي هذا إن شاء الله إحنا فيه إن شاء الله. وفي شارع المرقبات كمان إن شاء الله عندي افتتاح بعد 1/10 بعد ما أكمل إن شاء الله. وفي استثمارات أخرى التسهيل من الله إن شاء الله. أنا شاب صغير العمر يعني. نعم الله يخليك. فأنا ماشي على مبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، من يتق الله يجعل له مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب. فأنا في طبيعة أنه أدخل على مشروع حتى لو ما بجيبي أي شيء، ولكن أدخل مع الله سبحانه وتعالى يبعث لي ملائكة بشكل بشر. نعم. فيصير تعاون والحمد لله. يعني حتى هذا صاحب البناية يعني الحمد لله من اتفقت معه صار يعني اتفاق ورحب فيه وفتح لي جميع الأبواب، شجعني انه اشتغل مع هذا الرجل. فحتى لو اذا كان عندي مثلا المبلغ ما يغطي هذا، ولكن مساعدته حفزني اكثر. والحمد لله احنا تعدينا المرحله ومرحله الفرش ومرحله الافتتاح. وتعرف انت يعني اللي يبدي بدايه في بنايه جديده يعني صعب، وفندق فور ستار يعني وليس 2 أو 1 او فور ستار، فكامل المواصفات، والمواصفات في دبي تختلف عن المواصفات ليه. فالحمد لله الحمد لله يعني فضل من الله، تعاون والحمد لله، وما حدا يدعمني ولا شيء، انا شخصي وفلوسي الخاصه واستثمرتها والحمد لله، وجاي حول الارتفاع ان شاء الله والتساهل من الله والحمد لله. هذا الأول واحد هو إحنا الشركة صارت أصبحت مؤسسة شمس الأديان لإدارة الفنادق مرخصة في دبي. جميل. نعم. الأول الافتتاح راح يكون في شارع المطينة. مطينة في دبي الديرة. جميل. إن شاء الله. والثاني راح يكون في المرقبات، وإن شاء الله عن قريب بعد ما نخلص الأمور راح يكون في البرشة. جميل. تساهيل من الله. وهاي وإحنا قلت لك في طور. صحيح. بس ان شاء الله الارتفاع حول المبدا الاستثمار ان شاء الله. بنايه والتساهيل من الله الحمد لله. قلت لك في تعاون يعني بين الاخوان بين التجار، يعني حتى اللي جهزني يعني تجهيز مثلا الصوف او الغرف او غيره، الاثاث بصوره عامه، يعني الناس متعاونه. ليش؟ لان هنا في دبي مبدا الثقه اكثر من مبدا المال. مبدأ الثقة، إذا كان عندك مبدأ ثقة بين الشركات وبين الأشخاص فهذا يحفزك أنه يعطيك هو ويمشيك ويخليك أن تصل إلى القمة، لأن كونك أنت جاد في عملك.
فالحمد لله هذا اللي ساعدنا يعني الحمد لله احنا ثاقين في عملنا وثاق في مبدئي وما عندي انا شيء اسمه مستحيل والله يعني في عندي اكثر من خطه للمستقبل يعني انا مو قلت لك يعني شاب وحاب انه ليس مبدا انه اربح بالاموال الحمد لله كل انسان عنده اقتناء في حياته اللي عنده اقتناء في حياته وانا عندي بيت الحمد لله وعندي سياره الحمد لله وعندي عيال الحمد لله هذا فضل من الله بعد واحد يعني قابل شيء يريد يملك الدنيا ما يقدر يملك الدنيا اي طبعا بس انه تحفيز للمستقبل وللشركه حتى تظل اجيال واجيال الحمد لله في يعني في نفس بعض الاخوان حتى في واحد جزائري كان عندي يعني اجى صديق لي من زمان يعني فالرجل يقول لي يعني ابو شمس انا عندي اكثر من منتجع في الجزائر واريد استثمره واريد اطوره انا ما عندي خبره هذا فاريدك ان تكون معي فهذا نعم فقلت له ما عندي ففعلا الرجل يعني رحب بالفكره واتصل فيه وبعث لي تعرف الفيز ولا في حتى نستثمر هذا الموقع حول طائفة الحمد لله يعني وقلت لك إن شاء الله في دبي أستثمر أكثر وأكثر ليش؟ يعني ما في إنه خسارة أنا أشجع أي شخص أشجع أي تاجر إنه يستثمر في دبي ليش؟ ما في خسارة والحمد لله الأمن والأمان موجودة والاقتصاد نحو التطور والحمد لله توقع العقد 7 مليون احنا طيب اعطيتهم فتره انا 10 ايام صراحه 10 ايام توصل البضاعه حتى انطي الفلوس يعني فقال لي كيف انت هذا انت يعني راح مجازفه انت قلت له ان شاء الله ما في مجازفه اللي يخلي عينه بعين الله ان شاء الله ما في مجازفه فانا من خلال اتصالاتي الاخوان يعني اللي يشترون بضاعه العلاقات سبحان الله 72 ساعه الله سبحانه وتعالى يعني رزقني وجت البضاعة وصلت وأنا وصلت ما قلت لك بجيبي يعني هذا المبلغ يعني وصلت للبضاعة وجو الأشخاص بديهم مال كاش موني يغطي 50% من القيمة سبحان الله أعطيتها للرجل ثق في الرجل اللي اشتريت قال لي أنت كلامك كان 10 أيام وأنت نفذته خلال 3 أيام 4 فقال لي 50% الباقية أنا أنتظرك كمان شهر مش 10 أيام فسبحان الله بعت أنا واتفقت وربحت بدون انا ما ادفع ولا دينار فالمبدا انه الانسان اللي يشتغل على شغل معين او مبدا معين فلازم يوصل لا يقول انه انا ما اقدر ومستحيل وما يصير لا 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 بالعكس في احنا نصنع المستحيل بداخلنا اذا صنعنا المستحيل بداخلنا ما نعمل شيء فخلينا نبلش خلينا نشتغل خلينا نوصل الى مرحله نقول انا اريد ابني لا تخاف في ناس اللي تساعدك في الله سبحانه وتعالى اللي سخر لك ملائكه على شكل بشر انه تدعمك بهذا الشيء والحمد لله فضل من الله والحمد لله انا اشكرك على هذا السؤال بالبداية أنا أشكر الشيوخ والرؤساء وأصحابين الدولة السامية دبي والإمارات العربية المتحدة لكون أنه يعني مرات واحد الإنسان بالمخيلة ما تصير بالمخيلة أنه أنت عايش في دولة الحمد لله لها الأمن والأمان والاقتصاد وبعدين تعاملك مع كل الجناسي سواسية فهذا اللي حفزك انه تدخل داخل دبي وانت مأمن على مالك ومأمن على عيالك ومأمن على حياتك داخل دبي واستثماراتك داخل دبي فهذا اللي يشجع فأنا يعني أسأل الله أن يحفظ هذه الدولة وأن يطورها أكثر وأكثر وأن يحفظ الشيوخ والرؤساء وعلى رأسهم الشيخ خليفة والشيخ محمد يعني بفضل من الله يعني فاتحين كل الامور والاستثمارات والتسهيلات والرفاهيه لو ضلينا نعدد ما بنخلص يعني ما اقول لك انا يعني ابدا انا شفتها بايام الشيخ زايد الله يرحمه يعني الحمد لله جوهره واحنا بالعكس احنا عرب كعرب انا كعربي بتباهى مرات يعني
بتواها فيها من يصير معاي أجنبي يعني يقول لي عربيا، يعني أقول له نعم الإمارات عربية، فأتفاها أنه الإمارات عربية لكونه أنه وصلت لهاي المرحلة ما توصلها لأي دولة. الحمد لله فضل من الله، وهذا يكفي، هذا يكفي، يكفي عرب إحنا أنه أنا أتباهى بهذا الأمر، والحمد لله أمن وأمان وكل شيء موجود، كل شيء موجود في دبي، الأمن والأمان والعلاقات والجناس، جميع الجناس تشوفها أنت في الإمارات، جميع اللغات تشوفها بالإمارات، وكلها ماشية على مبدأ أحسن شيء هنا بالإمارات هو القانون، هو القانون، انه تمشي على القانون، كله تمشي على القانون، ما في واحد لا يمينا ولا يسارا، لا اسود ولا ابيض. فهذا اللي يشجع انه الانسان مو بس يستثمر، يعني هسه انا والله العظيم يعني انا مو بس اريد استثمر، يعني حتى انه قلت يعني حياتي خلاص اخلصها هنا، يعني الحمد لله كل شيء متوفر موجود، ففضل من الله، نسال الله ان يحفظ هاي الدوله ويحفظ كل الدول العربيه والاسلاميه ويحفظ الإسلام، والحمد لله فضل من الله، فضل من الله أن يعني ما عندنا بس الدعاء، إحنا ما نقدر، إيه فندعي أنه يحفظهم الشيوخ ويحفظ الدولة الإمارات اللي فاتحت لنا كل الأبواب. يعني أنا وصل يعني مرات ولو أخذ من وقتكم، يعني أنه هسه في دبي وصل أنه المقترب أو السائح أنه يطلع من باب الفندق أو باب الفيلا تسهيل موجود عنده، صحيح. اي معامله بيخلصها ويرجع، يعني وصل الحال انه باب بيتك انت اذا عندك اقامه او عندك فيزا بتسويها باب بيتك، فوق ذلك اذا عندك ما عندك مجال تطلع عندك الاونلاين على التليفون او عن طريق الكمبيوتر تخلص جميع معاملاتك، فهذا سبحان الله، يعني الحمد لله، يعني فضل من الله انه هاي كلها متوفره في دبي، فالحمد لله الله يستر على هذه الدولة والله يحفظ الشيوخ. شكر خاص لكم، شكرا لك ولإذاعتكم الكريمة، شكرا لك، وشكر نابع من القلب أكيد إلى الشيخ سالم، وتحياتي له، وإن شاء الله نراه وجها لوجه إن شاء الله، وإن شاء الله الله يزهركم بالارتفاع حول مبدأ القمة، ووجوهكم السمحة، والله إن شاء الله يفضل عليكم بالتطور أكثر وأكثر، وأشكركم وأشكر جميع العاملين على هذه الإذاعة وعلى هذا اللقاء، وأشكر مرة ثانية الشيخ سالم على هذا.